أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها، تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك يجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات،
ويا أحل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها
تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا أحل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.